ميدان بثالث أشواط هذا المهرجان رشدان ابن الفحر رشيد الناصر والأم موهر المالك والمدرب رشاد سعدي سيكون الفارس زنور غدير يبزيو على صهوة محبوب الجماهير الثالث لأبطال الشوط الثالث الأخ غسان غريفات أبو آدم مدير مدرسة الغريفات فليتفضل مشكور إلى منصة التتويج لتتويج أبطال الشوط الثالث أصحاب المراتب الثلاث الأولى ومن ثم محبوب الجماهير أما والآن برك الدين المالك والمدرب والخيال وسيم جواميس برك الدين ثالث الوافدين إلى الميدان بثالث أشواط هذا المهرجان بصراع على لقب بطولة ميدان المطار لعام 2019 بعملية الإحماء بثالث أشواط هذا المهرجان محبوب الجماهير ابن الفحل الشيخ سياف والأم بنت ويستون المالك محمد أبو ظلام المدرب محمود على صهوته الخيال بزيو ثاني الوافدين إلى جهاز الانطلاق بالشوط الثالث مختار الوزير ابن الفحل معتز باشا والأم بنت الوزير المالك والمدرب حسين كعبية على صهوته الفارس أياس أبو جبل رشدان ابن رشيد الناصر والأم موهر المالك والمدرب رشاد سعدي على صهوته الفارس زنور غدير أما رابع المنطلقين بعملية الإحماء برك الدين المالك والمدرب والخيال وسيم جواميس على صهوة الحصان برك الدين أشواط هذا المهرجان الصياد المالك نسيم أبو الزين أبو الأمجد تدريب استغلاط آل أبو الزين على صهوته الفارس يوسف عبيد محبوب الجماهير برك الدين رشدان صياد ومختار الوزير هذه هي أسماء خيول الشوط الثالث جميعها شيعت نحو جهاز الانطلاق ملاك ومدربين خيول الشوط الرابع كونوا على أهبة الاستعداد مرة أخرى كميل المالك والمدرب أبو عودي الأعصم إجرام المالك والمدرب عدي غريفات الشهم المالك حسن أبو عقاب والمدرب غازي حماد خلان البحر المالك والمدرب خالد السعدي وعد الشكب المالك عمر موعد تدريب اسطبلات آل أبو جبل هذه محبوب الجماهير يأخذ موقعه النهائي داخل جهاز الانطلاق خمسة مشاركين بثالث أشواط هذا المهرجان تحصر داخل بوابات ميدان المطار إذا بالفعل انطلقت خيول الشوط الثالث على بركة الله تعالى بانطلاقة ثلاثية إلى أن زنور غدير على صهوة رشدان ينتزع صدارة هذا الشوط بنزاع وبدخول ثنائي مع الصياد مع يوسف عبيد وسيم جواميس على صهوة برك الدين بالمرتبة الثالثة رشدان ينفرد عن خيول الشوط الثالث بمسافة تزيد عن ثلاثة أطوال بالمراحل الأولى من هذا السباق وربط المنعطف الأول الصراع قائم على المرتبة الثانية ما بين رشدان وبرك الدين ولكن رشدان يكون
وقود خيول الشوط الثالث الآن ما بين المنعطفين. صياد مع يوسف عبيد يتقدم للمرتبة الثانية ما بين المنعطفين. قرابة المنعطف الثاني والأخير. رشدان يخرج من المنعطف الثاني. يقود خيول الشوط الثالث نحو الخط المستقيم في نزاع مع الصياد وبرك الدين. صياد رشدان وبرك الدين بدخول ثلاثي نحو الخط المستقيم. ولكن رشدان يقود خيول الشوط مع غنور غدير. يوسف عبيد يندفع على صهوة الصياد. وسيم جواميس يحاول مع برك الدين. رشدان يقبل بصدارة الشوط. رشدان مع غنور غدير بالمرتبة الأولى. صياد مع يوسف عبيد بالمرتبة الثانية. وبرك الدين مع وسيم جواميس بالمرتبة الثالثة. رشدان بسم الله ما شاء الله ولا قوة إلا بالله بطل أبطال الشوط الثالث. مبروك لرشاد سعدي. مبروك ألف ألف مبروك لرشدان برفقة الصقر زنور غدير يقتنص المرتبة الأولى بالمراتب الثلاث الأولى إلى منصة التتويج كما وندعو لتتويج أصحاب المراتب الثلاث الأولى الأخ غسان غريفات أبو آدم مدير مدرسة الغريفات فليتفضل لتتويج أبطال الشوط الثالث مشكور. ألف 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 مبروك. مبروك لرشاد سعدي. مبروك لخالد السعدي. مبروك لجميع طاقم هذا البطل رشدان ابن رشيد الناصر والأمهر برفقة الفارس زنور غدير. يتوج الأخ غسان غريفات أبو آدم. مبروك ألف 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 مبروك. مبروك حبيبنا رشاد سعدي وخالد السعدي. مبروك جميع طاقم البطل رشدان برفقة الخيار زنور غدير. يتوج بطل أبطال ميدان المطار. رجان الصياد ابن الفحل معضار والام اريزونا. المالك نسيم ابو الزين ابو الامجد. تدريب اسطولات ال ابو الزين برفقه الفارس يوسف عبيد. يتوج الاخ غسان غريفات ابو ادم. مبروك الف الف مبروك. مبروك يا امجد ابو الزين. مبروك يا نسيم ابو الامجد. مبروك لاسطولات ال ابو الزين على هذا الانجاز. صياد يتوج نائب بطل ميدان المطار بثالث اشواط هذا المهرجان. مبروك الف 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 مبروك. مبروك ألف ألف مبروك. مبروك يا وسيم جواميس. مبروك يا برك الدين الوصيف الثالث في بطولة ميدان المطار بثالث أشواط هذا المهرجان. يتوج الأخ غسان غريفات أبو آدم مدير مدرسة الغريفات. مبروك ألف 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 مبروك. مبروك للفائزين بالشوط الثالث. من مجريات الشوط الثالث ننتقل إلى مجريات الشوط الرابع مشكور.